بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ومراجعة دقيقة وحقيقية لجاست ماركتس. طبعا جاست ماركتس من الشركات ذات المصداقية العالية في مسألة السحوبات، ويمكن احد الاصدقاء نبهنا اليها في التعليقات، او الراجل كتب لنا جاست ماركتس ممتازه جدا، سحب سريع حوالي ساعه، مبالغ كبيره، الايداع اقصى وقت من 2 لـ5 دقائق، السبريد بحساب الرو نص بيب. تمام، لما حاولنا بقى نشوفها لقينا ان هما في عندهم عيب، ان هما ما عندهمش غير الميتا تريدر 5 والميتا تريدر 4، لكن باقي المنصات لسه ما عملوهاش. تمام، هم عندهم ميتا تريدر 5 وميتا تريدر 4. خلي بالك بقى، الميتا تريدر 4 هم حاطين عليه حساب السنت، فدي ميزة ممتازة جدا في حساب السنت. طبعا حساب السنت ده يعني الايداع الحد الادنى 10 دولار، فانت لما تعمل 10 دولار بالنسبة لك دي في حساب السنت، ده يبقى حاجة كبيرة. تمام، في حساب السنت هتبقى حاجة كبيرة، وكأنها 100 دولار. حساب بفئة مخفضة 100 مرة لاختبار الاستراتيجيات بأقل مخاطرة. هو فعلا هو حساب السنت ده بيستخدم كده، بيستخدم كده، واحد عنده استراتيجية وعايز يجربها ويشوف المخاطرة الخاصة بيها، فلما يجربها على حساب السنت يودع مثلا 500 دولار ولا 1000 دولار، الموضوع هيبقى سهل. تمام، هيعرف يلم الموضوع، يشوف المخاطر على الاستراتيجية دي هتبقى قد ايه، علشان لما يشتغل ستاندر وشغل العادي بتاعنا يبقى عارف المخاطر الخاصة بهذه الاستراتيجية. تمام، طبعا الحد الادنى هنا 10 دولار، والحد الادنى هنا في الحساب العادي ايضا 10 دولار، طبعا بدون عمولة. الفرق السعر بداية من 3 من 10 نقطة، وهنا بدون عمولات، كلها اسلاميه، يعني كل الحسابات الخاصه بهذه الشركه هي حسابات اسلاميه بدون تبييض، ودي احدى ابرز المزايا اللي موجوده في هذه الشركه. والميزه التانيه ان هما السبريد منخفض في هذا الحساب، طبعا السبريد منخفض جدا، فطبعا ممتازه. اقول لك بقى عيوبها، تعال بقى سيبك من كل ده. يبقى هو قال لك اول حاجه ايه؟ ان الايداع عندها عمليات الايداع 10 دولار و10 دولار، والبرو ده ب 100 دولار. تمام، فدي بالنسبة لي ميزة. الرفعة 1 لـ 3000، يعني انا ما شفتش كده، ما شفتش جحود بالشكل ده، 1 لـ 3000. العمولة بدون عمولات، ما عندكش تبييت ولا عمولات ولا اي حاجة، اي التبييت ده دون فوائد، ما كلها حسابات اسلامية. فرق السعر بين 3 من 10 بيب، فطبعا ممتاز، وده 1 من 10 بيب. ادنى حجم للوت طبعا 1 من 10 سنت، اقصى حجم للوت 100 سنت، اللوت بحجم معاملة 1 سنت، هنا 1000 لوت، وهنا 1000 لوت اقصى حجم للوت. تمام، الحد الاقصى لعدد المراكز 100. تمام، تقدرش تفتح اكتر من 100. نداء الهامش بقى، هو ده بقى العيب الخطير في هذه الشركة، ان المارجن كول عندها 40%. تمام، والايقاف 20%، يعني انت لما تعمل صفقة ما تخسرش فيها اكتر من 20%. تمام، فدي مشكلة، يعني دي مشكلة هتواجه ناس كتيرة اللي هي بتشتغل بمخاطرة عالية قوي، مش هينفع في هذه الشركة. تمام، لكن مسألة السحوبات ممتازة، ممتازة جدا، الناس بتسحب فيها مفيش مشكلة، وعندها الحساب السنت ده هيبقى حلو معاك، علشان لو عاوز تجرب اي استراتيجية معاك، بس هي على الميتا تريدر 4، مش موجود حساب السنت ده، مش موجود في الميتا تريدر 5. واضح، الميتا تريدر 5 ما فيهوش حساب السنت، الحساب السنت ده موجود في الميتا تريدر 4. تمام، لكن عيوب الشركة بالنسبة لي هي المارجن كول 40% وإيقاف الخسارة 20%، وأيضا عدم وجود منصات أخرى غير ميتا تريدر 4 وميتا تريدر 5. طرق الايداع وطرق السحب الحقيقة عندهم طرق كتيرة جدا، يعني طبعا
UST بنك كارد وموبايل ماني وعندهم حاجات كتير يعني. تعالى كده تشوف البيتكوين طبعا وكل العملات الرقمية او اغلب العملات الرقمية، وعنده سكريل وعنده نتلر، عنده حاجات وبريفكت ماني، عنده حاجات كتيرة جدا، عنده حاجات كتير، وعنده حاجات خاصة لمصر والسعودية والامارات. مودع محلي، عنده مودع محلي في مصر والسعودية والامارات، فبصراحة ممتاز. بالنسبة للايداعات، بالنسبة للايداعات والسحوبات الموضوع حلو. بص، هم عندهم مدة اتمام عملية السحب، تعالى كده نشوفها. اداة في الملاحظة: نوفر عمليات سحب وايداع فورية من جانبنا في غضون دقيقة. واحد الاصدقاء طبعا مشكورا قال اللي هي في حوالي ساعة. وطبعا الوسائل اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا قلنا عليها سواء تحويل بنكي او UST او نتلر او سكريل وكل هذا الكلام، ممتاز جدا. طبعا لا يوجد رسوم، لا يوجد رسوم سحب وايداع، لا تفرض جاست ماركتس اي رسوم على عمليات الايداع والسحب. الحد الادنى 10 دولار، احنا قلنا في الاستاندر 10 دولار، في الاستاندر سنت 10 دولار، في البرو 100 دولار، وفي السبريد الضعيف بقى او القليل 100 دولار. فالموضوع حلو، الحسابات كمان منفصلة، فده ممتاز يعني الشركة بصراحة. وفعلا احنا سألنا في سحوبات كبيرة، لكن انا بقولك لو انت مضارب عنيف قوي وبتدخل يعني عارف اللي هو بتدخل بعقود كبيرة، الشركة دي لا تصلح لك. لكن من مسألة السحوبات مفيش اي مشكلة، المهم ان انت ما تخسرش 20%، تمام؟ لان هو انت لو خسرت 20% هيسكر لك الصفقة. انا شايفها ميزة وعيب يعني. هي ميزة اللي هو مثلا انت وضعت 10 تلاف، فلو خسرت 2000 هو يسكر لك الصفقات، فاقصى طموحاتك ان انت هتخسر 2000 في الصفقة، تمام؟ ممكن البعض يستغلها يقول لك انا اعمل اي صفقات ولو خسرت هخسر 20%، تمام؟ ممكن يلعب على الحتة ديت، على المسألة ديت. فده امر جيد، لكن الافضل عشان الاستمرارية حتى في سوق الفوركس تكون المخاطرة بسيطة. هترك لك في صندوق الوصف الرابط الخاص بهذه الشركة. طبعا الحسابات الاسلامية اللي هو مستوى الفوائد ده عندهم مستويين، يعني هم كاتبين مستويين، هم كاتبين اهو الحسابات الاسلاميه تطرح جاست ماركتس خيار خاص لمعتنقي العقيده الاسلاميه، بحيث تحظر الشريعه الاسلاميه التداول مقابل سعر الفائده. وتسليما لهذا الواقع تم انشاء حسابات تداول تخلو من سعر الفائده. بس هو بقى المستوى الخالي من فوائد التبييض ده هو اللي كاتب لي المستوى الخالي من عمولة التبييض سواب، هو حالة تسمح للمستخدمين بعدم دفع أي فوائد على الصفقات المبيتة. هناك مستويان من عمولة التبييض سواب: ممتد وعادي. بالنسبة للعملاء الذين يتمتعون بمستوى الممتد، لا يتم تحصيل عمولة التبييض على معظم الأدوات. تمام، يبقى أنت هتطلب منهم إن أنت مش عايز عمولة تبييض. فممتاز، ممتاز. حتى الموقع الخاص بيهم موقع سهل للغاية، وفي حاجات كتيرة يعني الشركة فيها حاجات كتير، لكن برضو الرفعة تخد، الرفعة كتير كتير جدا، 1 ل 3000. لكن هو حامي نفسه، ما هو بص هو ذكي جدا، هو مش هيديك رفعة 1 ل 3000 ويسيبك تشتغل كده، لازم يضع هذا المأزق، هذه المشكلة، هذه المصيبة، تمام؟ اللي هو مارجن كول 40%، انا هديك رفعة 1 ل 3000 اشتغل، بس خلي بالك نداء الهامش عندك 40%، الايقاف عندك 20%، هسكر لك الصفقات لو خسرت فيها 20%، فاهم الموضوع؟ طب انت ده ممكن يديك 1 ل 5000 وواحد ل 10000، لان هو حاكمك بالخسارة، تمام؟ فلو عجبتك الشركة ممكن تشتغل فيها، مفيش أي مشكلة. احنا بندور أهم حاجة عن الشركات اللي لو يعني عملت فيها 100,000 دولار تعرف تسحبهم، عملت 200,000، عملت 300,000 تقدر تسحبهم. فدي من الشركات لو انت عملت فيها 300,000 و200,000 تقدر تسحب، تمام؟ لو هقارنها ما بين وان رويال، وان رويال فيها عمولات، وان رويال فيها تبييض، تمام، وعمولات.
لكن وارن رويال ما فيهاش الكلام ده، ال 40% ده الهامش ده ما فيهوش، ولا 20% ما فيهاش الكلام ده. وارن رويال ايضا تقدر تسحب منها ربع مليون دولار، نص مليون دولار، ما فيش اي مشكلة فيها، وخلال اقل من ساعة. تمام. لكن كل شركة بتقدم لك مزايا واكيد عندها عيوب، فانت تشوف ايه الافضل. بالنسبة للشركة ديت برضك عندها حساب السنت، ده مهم جدا لناس كتير تقدر تدخله، خصوصا للناس اللي هي لسه بادئة في سوق الفوركس، يقدر يختبر الاستراتيجية الخاصة بيه بحساب سنت، هيكون الامر ممتاز جدا. هترك لك في صندوق الوصف اللينك الخاص بالشركة، وبالتوفيق ان شاء الله.